يقول: ما حكم من يقول هذا القول: إخواننا اليهود والنصارى؟ أي هم إخوانه، هم إخوانه، لكن نحن إن شاء الله ليسوا إخواننا، نبرأ إلى الله منهم. أما من يقول إنهم إخوانه فهم إخوانه، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، إلا أن يتوب إلى الله من هذا القول القبيح. أما إذا لم يتب فهم إخوانه، نسأل الله العافية. نعم.